ظبط اللحية. هاي جيكس، ويلكم باك، معكم حسون سولم. جيكس، نزل تريلر جديد لفيلم تيرمينيتر الجديد. انا بعشق سلسلة تيرمينيتر، الافلام، الالعاب، المسلسلات. نعم، نزل لها مسلسل بعرفش من كم من سنة، كان كتير حلو بس تكنسل. كان كتير حلو وممتع. والألعاب، أنا لحد الآن بعشق لعبة تيرمينيتر اللي كانت على السيجا، كانت بتحكي قصة الجزء الثاني. يا سلام، الأجزاء الأخيرة من السلسلة مش كتير حبيتها، حلوة كانت، ممتعة إنه أكشن وهيك، بس ما كانتش بقوة الجزء الأول. الأول كان رهيب، والأرهب الثاني، الثاني كان فظيع. بس في شغلة، اللي حضر الجزء الثاني بعرف إنه بكون أرنولد شوارزنيجر اللي هو تيرمينيتر بلحق حدا، أعتقد والله أعلم، لأن قعدت أفكر بالموضوع إنه خوفي من قصة إنه حدا يلحقني ويركض وراي في الألعاب. أنتوا زي ما بتعرفوا أنا إذا في حدا بركض وراي في لعبة أو إشي بتوتر على الآخر، مش مزح. أعتقد إنه السبب هاي الشغلة هو هداك الفيلم، لأنه هداك الفيلم طول الوقت أرنولد اللي هو تيرمينيتر بلحق ممثلة اللي هي بيكون اسمها سارة كونر بالفيلم. فأنا على قد ما خفت عاد ما حبيت الموضوع. أوكي جيكس، بدنا نشوف التريلر الجديد الفيلم. أنا ليش متحمس للتريلر الجديد؟ لأنه كأني سمعت من فترة إنه رح يكون ريميك للجزء الأول أو ريميك للجزء الثاني، مش أكيد، كانت إشاعة. فهلأ شو اسمه، ستثبت الحقيقة. دقيقة، خلينا نضبط الوضع. أوه ماي جاد، أنا دائما يعني بس أبلش تسجيل هيك فيديوهات بكون مش محضر حالي نهائيا، لأني بكون متحمس وبدي أحكي معكم فبكون إيش. دقيقة، نزل طلع، يلا بسم الله، واحد اثنين ثلاثة. Dark Fate، المصير المظلم. 2 days ago I had this nice simple life and now it's a nightmare. Wow. If travel is searching. أوه واو، الموسيقى رهيبة. أوه الموسيقى بتجنن. مين هاي؟ أوه ها؟ إيش هاد؟ عمل نسخة من حاله. نايس. هذا الزئبق، اسمه الزئبق هذا. الموسيقى اللي شغالة بتجنن. Who's this؟ هاي اللي حكيت عنها، هاي سارة كونر، هاي سارة كونر، هاي. Who are you؟ Who are you؟ مين انتي بتقولي لها؟ هاي الأساس. My name is Sarah Connor. Sarah Connor. Never seen one like you before. Almost human. مين هاي؟ I am human. أوه مخرج الفيلم تبع ديدبول. Because I was her. أوه أرنولد. دمرت الدنيا فوق في السماء. او او How do we win? We win by keeping you alive. اوه على الفاضي، صحيح الزئبق هذا ما بيموت. الموسيقى اللي شغالة
خلص دامت اكيد خلص حسام، بدك تحضر الفيلم يعني على اليوتيوب. اول اشي الموسيقى اللي شغالة ضروري جدا، اللي بيعرف شو اسمها يحط لي اللينك في الكومنت تحت، لانها ايش هاد الاغنية اللي اشتغلت في التريلر، ايش هاد موسيقى بتسطل، الخلفية بتجنن. ورجعت سارة كونر، هي اسمها الممثلة ليندا هاملتون، صح؟ صح ليندا هاملتون رجعت. ما هو أنا من أكثر الشغلات اللي خلتني هيك أنفر شوي من الأجزاء الجديدة إنه ما كانت موجودة هاي الممثلة. والجزء الثاني اللي هو بالنسبة لي أحلى جزء بالسلسلة هي كانت البطلة فيه سارة كونر، يب، وهي رجعت. إذا طلع مش ريميك على فكرة، تكملة مش ريميك، أوكي مش مشكلة، المهم تكون هي موجودة. Very nice man، خربت الزئبق الوحش هذا الآلي استنسخ حاله من حاله. وهديك الشعرة الروبوتية سارة كونر بتحكي لها أنا أول مرة بشوف حدا مثلك تقريبا إنسان، فهديك بترد عليها وبتقولها ما أنا أصلا إنسان كامل يعني. فهذا إشي غريب، إشي جديد، إنه إيش هاد، إنه أندرويد ولا شو القصة. حلو، مم سارة كونر موجودة، أنا تحمست لهذا الفيلم كتير. هم حطوا نوفمبر شهر 11، أنا متحمس جدا. بس حد يحكي لي الموسيقى اللي اشتغلت شو اسمها أو الأغنية، لازم أعرف، لازم أعرف. يلعن فلافلها محلاها، خربيتها، بدي أحضر التريلر مرة تانية بس عشان أركز أكتر على اللي صار مش على الأغنية. وأرنولد I'll be back رجع. فكرة أرنولد مش صغير ولا هي صغيرة، كبرانة والله الممثلة هاي ليندا دامت. وأرنولد رجع متخبي في غابة كاين مات زي الفن. أنا بصراحة تحمست عشان شفت سارة كونر وهيك حسيت هيك رجعت للماضي الحنين، انا تحمست خلص مش قادر. anyway geeks بهمني جدا جدا اعرف رايكم بالتريلر، وهل انتم متحمسين للفيلم، وشو رايكم بسلسلة التيرمينيتر، وهل لعبتوا العابها، وهل حضرتوا المسلسل، يعني احكوا لي اي شيء له علاقه بالتيرمينيتر في الكومنت تحت. دامت بدي ادور على الاغنيه هلا ضروري. اوكي geeks احنا وصلنا لنهايه الفيديو، اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، أنا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.